كابتن محمد ما ردتش على سؤالي، تقييمك ايه لوليد سليمان اجاي الشيخ الشحات من تاني عندنا مين في الكهرباء؟ الكهرباء. وليد سليمان يعني انا بقول عليه ان هو راجل من الناس اللي يعني معدنهم جيد جدا جدا، لانه اولا سنه كبير وبيقعد احتياطي وما بيتكلمش. مظبوط. وبينزل خمس دقايق بيأدي كأنه بيلعب 90 دقيقة. أيوة. بينزل 10 دقايق بينزل يحط جول، بينزل يكسب النادي الأهلي بيبقى مبسوط جدا، دليل انه قاعد بره مركز. أيوة. مركز بشكل كبير جدا، ده بيعيش عيشة احترافية بحتة. ده انا بعظم له وليد سليمان. لا طبعا وليد سليمان. احمد الشيخ، احمد الشيخ لعيب جيد جدا، وبس هو محتاج يعني يهين نفسه شويه في الملعب. يهين يعني نفسه شويه في الملعب. يهين نفسه، يبقى عنده الروح القتاليه عاليه شويه. يعني بيهين نفسه يعني يتزحلق، يعمل تاكلينج، يعني الروح القتاليه. يعني هو عند يعني عشان هو لعبه بس مهاري اكتر، مهاري شويه. فلكن وطبعا دي بتبقى صعبه عليه شويه، لانه طبعا كبير. الحاجات دي ممكن بنغرزها في الناشئين وهم صغيرين. الولاد بنمسكهم بنقول لهم احنا في النادي الاهلي ما عندناش هنا مركز لا تاني ولا تالت، احنا بنلعب على الاول. صح. فبيبقى عنده رغبة الفوز نمرة واحد يحطها في اعتباره، الإرادة القوية لازم تبقى عنده، الروح القتالية في الملعب تبقى موجودة، لأن احنا النادي الأهلي على مدار السنين كلها من أيامينا هاني لغاية ما النهاردة، ممكن مثلا المنافس بتاعنا الزمالك طبيعي، ممكن يبقى نادي الزمالك فنيا أعلى مننا ممكن في سنة من السنين، لكن احنا بنكسبه. واحنا ممكن يكون في مثلا عندنا افراد فنيا مش قد نادي الزمالك، لكن عندنا الروح القتاليه وروح الفنيله الحمراء بتغلب لحظة. على لاخر لحظه. ده صحيح. طيب.